يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الدرس الثامن: واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له. وقل رب زدني علما.